لما اجي اعمل انتيريو دروبر تيست ادي البوزيشن بتاعي، بحط بقعد على رجل العين بهذا الشكل واحط ايدي اقول له ريلاكس خليه يريح يريح. اي اكزامينشن تبقى دايما في اللوز ايه او موبيلايزيشن تبقى فين؟ اللوز باك بوزيشن. وابدا اعمل بقى انا بشيل من تحت، دي اللي من تحت تريح، اهو حاجه تريح خالص اهي.